قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس. لا تعلق سعادتك بغير الله، فإن الحبيب يشفو والقريب يبعد والحي يموت والمال يفنى والصحة تزول ولا يبقى إلا الحي القيوم. الحياة قصيرة جدا، لا تستحق الحقد والحسد والبغض والنفاق فقط. ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم، فالجنة تحتاج لقلوب سليمة. اعلم جيدا يا عبد الله أن الحياة ربما تقسو علينا، وربما يكون الفرح لا يمر بنا، ولكن عندما ندرك أن كل شيء مكتوب بقدر الله لا نقول إلا الحمد لله، لا نقول إلا الحمد لله. لا أنكر يوما أني سئمت من هذه الحياة، ولا أنكر ضعفي من بعض الظروف، ولكن بداخلي روح تمنحني القوة. كلما تذكرت أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.